الإنسان أحياناً يتعرق كثيراً ويعزو هذا التعرق إلى الحر الشديد، لكن أحياناً يفاجأ أنه في جو بارد كثير التعرق، ثم يقرأ مقالة عن أن هذا التعرق في جو بارد دليل آفة قلبية. بعد أن قرأ هذه المقالة بدأت متاعبه وبدأت همومه، وحاول أن يتصل بأطباء وأن يجري التحليلات وبعض الفحوصات. بعد أن قرأ هذه الكلمات في هذه المقالة دخل في متاعب كثيرة جدا. هذا المثل ينطبق على درس اليوم. والإنسان البطل الذي لا يحابي نفسه، والإنسان البطل الذي لا يقفز على المشكلة بل يواجهها. الدرس اليوم عن الإخلاص، ونحن جميعاً معنيون بهذا الموضوع. لذلك قال بعض العلماء: أدركنا الناس وهم يراءون بما يعملون، يعني يعمل ويري الناس عمله كي يستجدي مديحهم، فصاروا الآن يراءون بما لا يعملون. حينما راء الناس بما يعملون سقط عملهم، ومعنى إحباط العمل أن تسقط نيته أو أن يسقط شكله. في عمل سيء هذا عمل محبط، في عمل جيد لكن نيته سيئة هذا العمل محبط. لذلك يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. مر رجل ما فاتته تكبيرة الإحرام في الصف الأول لأربعين عاماً، ومرة غلبه النوم فاستيقظ مزعوراً وقال: ماذا يقول الناس عني اليوم؟ معنى ذلك هذا العمل العظيم أن تصلي صلاة الفجر في المسجد في الصف الأول بأربعين عاماً، كنت بهذا العمل تنتزع إعجاب الناس. فهذا موضوع خطير جداً، والإنسان من أصعب الأشياء عليه أن يتابع نيته، يتابع عمله، أما النية هي التي تقيم العمل. لذلك أدركنا الناس وهم يراءون بما يعملون، فصاروا الآن يراءون بما لا يعملون. وقال بعض العلماء: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. مع الإخلاص ينفع قليل العمل وكثيره، ومن دون إخلاص لا ينفعك قليله ولا كثيره. وقال بعض العلماء: أعربنا في القول قول فصيح، معاني دقيقة، أدلة قوية، تحليل عميق، صوت رخيم، إلقاء رائع. العبرة بنية هذا العمل. من تعلم العلم ليماري به العلماء أو يجادل به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. والأحاديث الصحيحة التي تؤكد هذه المعاني كثيرة جداً. تعلمت العلم، يا ربي علمت العلم، يقول الله له: كذبت، تعلمت العلم ليقال عنك عالم، وقد قيل: خذوه إلى النار. انتبه إلى نيتك. هناك بعض المؤشرات. العمل إذا اختلف
بين أن تكون بين المؤمنين وبين أن تكون وحدك، فهذا دليل عدم الإخلاص. العمل إذا اختلف، العبادة إذا اختلفت بين أن تكون في خلوتك وبين أن تكون في جلوتك، فالإخلاص ضعف في هذا. العمل إذا اختلف، إذا أثنى الناس عليك أو ذموك، اختلف بالذم وتألق بالمديح، هذا دليل ضعف الإخلاص. من علامة الإخلاص أنك لا يختلف عملك وأنت في ملأ أو أنت وحدك. ومن علامات الإخلاص أن العمل لا يزيد بالمديح ولا ينقص بالذم. ومن علامات الإخلاص أن تقبض ثمن عملك مباشرة من الله، وهذا هو الثواب. أنت رفعت عملاً إلى الله مخلصاً، فعاد عليك من الله سكينة، وجدت حلاوتها في قلبك. ثلاثة مؤشرات مهمة جداً في تقييم العمل. وكان بعض العلماء إذا قرأ قوله تعالى ونبلو أخباركم يقول: اللهم إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا وأنت أرحم الراحمين. إذا كان سيدنا الصديق وهو المؤمن الأول الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي بكر، إذا كان الصديق حينما مدح قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيراً مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. هذا دعاء الصديق. إذاً لا تحابي نفسك، لا تقل أنا مخلص. قال بعض العلماء: هناك إخلاص يحتاج إلى إخلاص. الدليل القوي على الإخلاص قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الجوارح تنصاع لمنهج الله، لكن القلب عبادته الإخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بالمناسبة الإخلاص ليس في بني البشر واحد يطلع على إخلاصك، هذا بينك وبين الله، والله عز وجل ستار. ماذا ينطوي قلبك هذا بعلم الله. فلذلك كما علمنا النبي الأدب قال: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يعني أنت لو شاهدت إنسان قدم أرض كبيرة جداً لبناء مسجد، أنت لا تملك إلا أن تكبر هذا العمل. لو جاء من يهمس في أذن هذا الملاك الكبير أن أراضيك ليست منظمة، أسعارها قليلة، فإذا قدمت أرضاً لبناء مسجد اضطرت البلدية أن تنظم أرضك وأن تجعلها مقاسم، وبهذا يتضاعف ثمنها، وهو لا يصلي أصلاً فقدم أرضاً لبناء مسجد. هو عند كل البشر محسن كبير، أما عند الله لا وزن لهذا العمل إطلاقاً. وهذا معنى قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. لذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذه عبادة الجوارح، مخلصين عبادة القلب. القلب عبادته الإخلاص، العين عبادتها غض البصر، الأذن عبادتها ألا تصغي إلى باطل، اللسان عبادته أن ينضبط بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليد عبادتها الإحسان العطاء وليس البطش.
الرجل عبادتها السير إلى المساجد لا إلى الملاهي، فكل عضو من أعضائك له عبادة، والقلب عبادته الإخلاص. قال بعض العلماء: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. المخلص ينظر إلى الله، هل أنا في مرضاته؟ هل هو راض عني؟ هل هذا العمل يرضيه؟ هل هذا الموقف يرضيه؟ والبشر غير المخلصين ينظرون إلى البشر، لعلي أخطأت، لعل مكانتي تضعضعت، لعل شعبيتي إن صح التعبير فقدتها، والآن الأخبار كلها عن شعبية الإنسان فقط. الموضوع الإخلاص مو داخل إطلاقاً بالحسابات. يجرى استفتاء يقول لك هبطت شعبيته من 60 إلى 35 أو لواحد. وقال بعض العلماء: الإخلاص أن تكون الحركة والسكون في السر والعلانية لله تعالى. يعني أنت بين حالين، متحرك أو ساكن، في بيتك أو أمام الناس. الإخلاص أن تكون الحركة والسكون في السر والعلانية لله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الإخلاص بأحاديث كثيرة جداً. من هذه الأحاديث: نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني إنسان معه معلومات كثيفة جداً وإلقاء جيد لكن إخلاصه ضعيف، إذاً ليس بفقيه. إنسان معلوماته محدودة أما إخلاصه شديد، هذا أفقه منه. رب حامل فقه إلى امرئ ليس بفقيه. لذلك يقول بعض العلماء: بشر هذه الأمة بأنه من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا. أيها الإخوة، أرجو ألا أبالغ، لو معك سند بمليار دولار، مثل افتراضي، موضوع على وجهه الآخر، ورقة بيضاء، السند على وجه الأول أما خلفه أبيض، وهذا الإنسان توهم أنها ورقة عادية فأجرى عليها بعض الحسابات ثم مزقها، ثم اكتشف أنه مزق هذا السند ومليار، يكاد يموت من الألم. هذا الذي يشتري بآيات الله ثمناً قليلاً، هذا الذي يستخدم الدين للدنيا، هذا الذي يكسب بالدين، هذا الذي يرتزق بالدين. وقال الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزق بالدين. هذا الذي يرتزق بالدين اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً. قيل لبعض العلماء: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا وإرضاء الخلق. سمعت عن إنسان في بلد من العالم الإسلامي أنه ما أوتي واحد في كل هذا البلد فصاحة كفصاحته، وإتقان إلقاء كإتقانه، وتحليل الموضوع كتحليله، وتشقيقه كتشقيقه، والتعليل كتعليله، والإطلالة الرائعة كإطلالته، ومع ذلك كل هذا النشاط لمصلحته فقط، ولا يعبأ بهم المسلمين العام، مصلحته فوق كل مصلحة. هذا من ضعف الإخلاص. وقال بعضهم: أقبل على تعلم الإخلاص، فوالله إن علمه خير العلم، وفقهه الفقه كل الفقه. من هنا قال سيدنا عمر رضي الله عنه: تعاهد قلبك، تعاهد قلبك.
أيها الإخوة، مرة ثانية، الشيء العملي هناك ثلاث مؤشرات على إخلاصك: أن عبادتك واستقامتك وورعك لا تختلف أنت في بيتك أو مع المؤمنين، ولا تختلف وأنت في بلدك أو في بلد آخر. الإنسان ببلده معروف، يعني يسعى دون أن يشعر إلى أن يلمع صورته أمام من حوله، لكن إذا سافر لا أحد يراقبه وليس معروفاً إطلاقاً، وقد يفعل كل الانحرافات. علامة الإخلاص أن استقامتك وورعك لا تختلف بين أن تكون مع المؤمنين في ملأ وبين أن تكون وحدك في البيت، ولا تختلف بين أن تكون في بلدك وأنت في هذا البلد معروف، وبين أن تذهب إلى بلد بعيد لا أحد يعرفك ولا أحد يراقبك. هي مؤشر. المؤشر الثاني، العمل لا يختلف بالثناء والمديح أو بالذم والتجريح، ما يختلف، أنت تبتغي وجه الله. والمؤشر الثالث، ما لم تقبض ثمن عملك الصالح الخالص فهناك خلل في هذا العمل. قبض الثمن أنك إذا رفعت إلى الله عملاً خالصاً يأتيك من الله سكينة تسعد بها، فالسكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. آخر شيء بالإخلاص، العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين، وكل شرط لازم غير كاف: أن يكون صواباً، أي وفق منهج الله، وأن يبتغى به وجه الله، أن يكون خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة، فإن لم يوافق السنة فالعمل مرفوض ولو كان مخلصاً. يعني حفلة غنائية يرصد ريعها للأيتام، خير إن شاء الله، النية طيبة بحسب الظاهر، أما الشكل غير مقبول، يا نصيب خيري. لذلك العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. وهذا معنى قوله تعالى: وأن أعمل صالحاً ترضاه. العمل الصالح مقيد برضاء الله عز وجل، لا أن ترضي الناس به. في مليون عمل صالح يرضي الناس، لكن في أعمال لا ترضي الله عز وجل. فالبطولة أن يكون العمل خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. هذا الدرس مقلق ومتعب ومزعج. لماذا؟ لأن الأعمال الصالحة واضحة، لكن قيمتها بنيتها. والحديث المتواتر الذي يعد أصلاً في هذا الدين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني مثلاً لو أنك أيقنت أن شراب الليمون يؤذي هذا المريض وقد يفعل به فعلاً في معدته كبيراً جداً، معه قرحة بدرجة عالية من الخطورة، والشراب الحامض قد يفاقم هذا المرض، وأنت قدمت له كأس شراب بكل أدب، هذا العمل يمكن أن يكون جريمة. وقد تضرب إنسان وتتمنى أن يتأدب بأدب الله، قد يكون ابنك أخطأ خطأ كبير، ولا بد من إحداث خبرة مؤلمة كي يبتعد عن هذا الخطأ. فالمظهر ضرب، وأنت بهذا الضرب ترقى عند الله. والمظهر الأول تقديم ضيافة، وأنت بهذه الضيافة تسقط عند الله. فالعبرة
بنية العمل، وسيدنا عمر يقول تعاهد قلبك، عمل تحليل ذاتي، تأمل ذاتي، تقييم لعملك، وفي عنا مؤشرات، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تترجم هذه الحقائق إلى سلوك، والحمد لله رب العالمين.